الأدب هو دلوقتي أنت يا بني آدم بتطبل عليك أنت بتأنت اسمك دي إيش دي إيش ده بنتي بهوست سمعيني ده بنتي بهوست فاينل طب ما فيش حيوان بيتعيش نفس المرة حيوان بيتعيش زيي وبيشتكي زيي الحيوان ده بيتسمى ار اتش ريزرفوار هوست يبقى الديفينيتيف هوست والريزرفوار هوست جواهم ادلت وورد ادلت الادلت اللي هي ايه؟ ماتيور سيكشوال والادلت اللي جوه جسمنا ديت ماسكه ولا سايبه؟ ما لو سايبه قطوع يبقى انت مش عيان ماسكه غالبا بسكرز في اورجاز وفيكسيشن عشان تفضل عيان يا تاخد علاج يموتها إما هي تموتها معايا؟ طب هي ماسكة جوه جسمك فين؟ في أي مكان؟ في عينك ولا في مناخيرك ولا في البرين ولا في الآر؟ فين؟ على حسب المكان اللي بتعيش فيه اسمه إيه؟ هابيتات المكان يسمى هابيتات طب هي ماسكه جوه جسمك ومش هتخرج امال الولاد هيكملوا اللايف سايكل ازاي يخرج من جسمك الاكس تخرج من الاسطول من اليورين من السبيوتم من البلد على حسب الهابيتات بتاع كل ورد والبيضه دي بتخرج من جسمك تقول انا عايز ابقى زي مامتي انا عايز اكبر وابقى ادلت عايز اكمل اللايف سايكل البيضه بتتحول لحاجه اسمها لارفا يعني ايه لارفا يعني يرقه يعني immature asexual بنتحول الى يرقه جوه كائن حي تاني الكائن الحي اللي جواه اللارفا ده بيتسمى ايتش من هو الانترميديت هوست هو اي كائن حي جواه لارفا يا دكتور من هي اللارفا وانت عيان وجوه جسمك الادلت قولي هو انا ممكن ابقى عيان وجوه جسم لارفا انت ممكن تبقى في اللايف سايكل انت ميديت هوست انت مش كائن حي اي كائن حي جوه لارفا عايز انت ممكن يبقى عندك لارفا يبقى انت عايز وصل انت ممكن يبقى جوه جسمك الاثنين دول يبقى انت بتشتغل في اللايف سايكل بوز ديفينيتيف اند انترميديت لو انت عندك الادلت يبقى الديزيز اخره ايه خد اسم الدوده الدوده اسمها فاشوله يبقى انت عندك ديزيز اسمه فاشوليزيس نيتروفيزيس شيستوميزيس بارابولوميزيس ايزيس 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 انت جوه جسمك الارض لو انت عيان وجوه جسمك الارض حط على اسم الدوده زود اوزيس 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 انت جوه جسمك الارض افهم باراسيتولوجي احفظ اللايف سايكلز هتكتر بتكتر بتكتر وكلهم هيدخلوا في بعض مالكش دعوه المره اللي فاتت لو تفتكروا
لو مرة يحضر انا قلت الدود في منه فلات وان سيجمنتد دول هما ايه؟ دي مدودة فلوكس كلمة فلوك يعني ليه فلايك ورقة شجرة حتة واحدة في دودة فلات بس سيجمنتد زي شريط القطر تيب ورم دودة شريطية سيستودا الدودة دي يا جماعة هيرماتوزايت بايسكشوال الميل والفيميل جينيكال اورجنز بنفس الدودة كل الدود الفلات هيرماتوزايت ما عدا شيستودوما هو مكتوب عندك شيستودوما دلوقتي؟ بيكون ميل ولا فيميل ليه؟ تعبان هيرماتوزايت كل الفلات دي في الميل هيرماتوزايت ما عدا شيستودوما كل التوت الراوند كل التوت السيلندريكال كل النيماتودا نيماتودا يونيسكشن الفيميل هنا فين؟ حسب هو المفروض الفيميل تبقى اطول من الميل لو جيت اتكلم عن الكريماتودا عند اربع دودات الكريماتودا فاشيولا باراجونيمس هيتروفيس شيستزوما معايا كل الكريماتودا محتاجه في اللايف سايكل اي اتش اسمه سنين السنين بيعيش فين؟ في الميه يبقى انت لو عيان عندك ادلت للتريماتودا ادلت فلوك يبقى البيضه اللي هتخرج من جسمك لازم وحتما تروح فين؟ ان ووتر لازم تروح الميه عشان تقابل اي اتش اسمه سنيل وجوه السنيل بيتكون اللارفا الشولة جوه جسمك انت اسمك ديفنتيف هوست طب مين الار اتش كل الهربيفرس انيمالز هربيفرس انيمالز كل الهربيفورز وهتعرف ليه مش كاركني هو هيربي هو هما الريزرفوار هوست يا دكتور طب هي عايشه فين جوه جسمنا في البايل داكتس في الليفر في البايل داكتس ان ليفر بايل كان في العظم قد ايه الفشوله ديت في واحده اسمها جايجانتيكا جاينت قد صباع ابدا عن صباعي يا دكتور هي فلات لان صباعي مش فلات في فرق تاني فعلا نصبها سيجمنتد هي ان سيجمنتد هي فلوك ليف لايك قدام مكان فشوله جايجانتيكا جاينت 6 في 1.5 سم قد الصباع في واحده نصها اسمها هيباتيكا فشوله هيباتيكا يا دكتور طب يعني احنا في مصر عندنا الاثنين عندنا جايجانتيكا والهيباتيكا الهيباتيكا منتشرة أكتر من يوروب وجايجانتيكا منتشرة أكتر من أفريكا عند إيشيا لكن إحنا في مصر عندنا الاثنين طب الهربيفرس أنيمالز مين بيجيله جايجانتيكا ومين بيجيله هيباتيكا الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير مين أكبر البقرة ولا الخروف؟ البقرة يجي لها جايجانتيكا والخروف يجي له هيباتيكا التوت ده ماسك جوه البايل داكس بسكرز اورال سكر حوالين بقها وفنترال سكر في مورفولوجي انا ما يهمنيش خالص دلوقتي ده تاخد تعامل جوه
جوه الباين ده ماسكه هيخرج من جسمك اكس تخرج فين؟ اليورين سبيوتم من البايل داكس عن طريق اليورين اكس مستور. والبيضه بتاع الفشوله لازم تعرف فيها اربع حاجات اس اس سي سي سايز شيب كلر كونتاكس. عارف ليه؟ ليه لازم تعرف اربع حاجات دول؟ لان البيضه دي هي اللي هتشخص فيها المرض مش كده؟ انت كعيان تعديت الحمد لله هو جسمك ايه يا ابني بعد كده؟ دي وبتنزل دول دي ماسكه فوق مش هنشوفها طب نعرف ازاي ان عندك دي؟ نعمل لك ستون اناليسيس لما الاقي البيضه ديت بالمواصفات ديت اقول انت عندك فاشيولايزيس اه مش معقول الاقي بيضه فاكهه واقول لك عندك فاشيولايزيس ممكن بيضه نعامه مش كده؟ دياجنوستيك ستيج على فكره دي اكبر بيضه في المنهج يبقى بالمتر ولا بالسنتي ولا بالملي؟ سنتي ملي ومايكرو مايكرو ما يا ابني لو اكبر من كده يبقى اكتر من طين مش كده مايكرو 140 في 70 مايكرو الشيب شيب يبقى اوفر ولا سفيريكال؟ انت ما قلت 140 في 70 طول وعرض اوفر الشيب بتاعتها رقيقه البيضه دي ان ووتر هيحصل لها ماتيوريشن جوه الترعه هيحصل لها ماتيوريشن يعني ايه هيحصل لها ماتيوريشن؟ ها؟ يعني يتكون جواها ميراسيديوم هيحصل لها ماتيوريشن في الميه هي بتنزل من عيان ان ماتيور وجهه الفانس وتهاج تنقص ويطلع الميراسيديوم يقعد يعوم في الميه بالسيليا بتاعته عشان يدور على السنين بتاعه مش اي ميراسيديوم بيدخل في اي زفت لا السنين بتاعه ده حتى لو الميراسيديوم ده بتاع جايجانتيكا ما ينفعش يدخل السنين بتاع هيباتيكا ما ينفعش السنين بتاع جايجانتيكا اسمه لينيا كيودي ضابط ال سايلنت مش كلودي كيودي السنيل بتاع الهيباتيكا اسمه لينيا ترانكاتيلا ترانكاتيلا الميراسيديوم بيتعرف عليه عن طريق اي سبوتس سنسري اورجنز ويدخل جوه القوقعة بتاعه وهناك فقط يتحول لكيس اسمه سبوروسيست والسبوروسيست تتحول لكيس تاني اسمه ريديا وريديا تطلع الاف مؤلفه من لاردي اسمهم سيركاريا دول ورا خالص كل ايه يطلع كام ميراسيديوم واحد حد مختلف مختلف السيل الواحده تبقى 2 تبقى 4 تبقى 8 16 مولا لارفا يبقى ميراسيديوم واحد طب الميراسيديوم الواحد جوه الاثنين كامل طلع كام شنكاريا؟ آلاف مؤلفة، إزاي؟ الميراسيديوم الواحد ده جواه جيرم سيلز دوريات كل دورية من دول طلع كيس من دول والكيس جواه عدد كبيرة من الشنكاريات دي يعني تخيل بيضة واحدة تطلع لك آلاف من دول في المية سكاريا ليها راس وديل زي السبرم سكاريا بتاع الفشولة ليبتو ليبتو سيرفس ليبتو يعني غلبانة سيمبل أكتر من يوم في المية هتموت تحمي نفسها ازاي؟ تقول لك ده أنا ربنا اداني فقط جاوب
كوبون 6 انجل تاني دفعت 100 جنيه عليها المره اللي فاتت. لا ما دفعتش. نوع اسمها ايه؟ سيستاجينوس. سيستاجينوس تاخد التيل وتعمل سيست حوالين البادي بتاعها حوالين الهيد. السيستاجينوس جلاند السكريا الوحيده اللي ما عندهاش دي السكريا الوحيده اللي ما عندهاش بنتريشن جلاند. ما تقدرش تعمل بنتريشن، ما تقدرش تخترق. دي الوحيدة فيهم غلبانة. لبتو سيبتو. طب هتدوس بعد يوم في المية تعمل ايه؟ تحمي نفسها تعمل سيست وتسمي نفسها انسيست الميتاسكريا وتقعد آلاف السنين مستنيين عشان تاكلها تشربها في المية لأنها انسيست جوه سيست. ميتا يعني خمسة ستيج ربع ملي ما تشوفهاش بعينيك. فلاح في الخيط بيزرع الخضار وياخده ويغسله فين؟ ولا يطلعه من الضفدع؟ بشرح فسيولة فسيولة. لو بشرح فسيولة يقول لك فسيولة. أنا كلهم قرايب مش مشكلة. عارف البتاع ديت؟ هو الخص لو جبت الخرطوم المطافي أو سحبت خرطوم مطافي وقعدت تنشن على الخصايه وديك وقت مش هتطلع. عشان تعمل بروبر ووشنج وبروبر فيجيتابلز عشان ما تتعديش ينسى. لا يعني؟ لا. يبقى انت عشان تتعدي حد يقول لي ايه الوضوء في انفكشن؟ يلا بتشرح ايه؟ جزمه؟ بتشرح ايه؟ رو فيجيتابلز. احنا كلنا بناكل رو فيجيتابلز. لازم تقول كونتيننج ايه يا ابني؟ كونسيستنت ميتافيكاريا. يبقى الوضوء في انفكشن يشمل كلمه كونسيستنت. لازم تقول لازم تجيب سيره انفكتيف جوه معدتك ميه نار هضمت السيست والميتاسيركاريا اول ما اتعرت اتسمت بعد ما كانت انسيست بقت تطلع بروتوليتيك انزيمز حواليها وتدور جزء من الانتستين وتطلع في البروتينيه. طلعت الانتستين دلوقتي في البروتينيه. سبحان الله ما تطلعش للبرين ولا تنزل مش عارف ايه ولا تروح للكدني. هي ليها هدف واحد ربنا قال لها اتجهي الى الليفر. ده اول مره توصل للبروتينيه. عارف الليبر كيمو تاكسس حاجات تشدها للليبر. تلاقي الليبر كبسول تخرمها. تلاقي هيباتوسايتس تكسرها لحد ما تشوف بعينيها حاجه اسمها بايل دارت. وانها فقط تدخل ويحصل لها ماتوريشن وتبقى حضارات. الماتوريشن مش هيحصل الا جوه الهابيتات. سؤال لو انت كلت 1000 بيتا سكريا هل كلهم هينجحوا ان يوصلوا للهابيتات؟ لو انا قلت ان الدرس في 109 شارع المنديل هل كلنا هنوصل؟ في خمسه سته قال لك ده اول مره فاتت كانت بالياسمين. واحد طبعا ما سمعش كلمه 109 وراح الياسمين. هناك عروض دخل 109 هو جاي هنا دخل اي في كتير بيحصل. يعني الألف متا سكريا اللي انت كلتهم في الخضار غالبيتهم هيوصلوا للهابيتات ويبقوا أضل. طب الحبه اللي مش هيوصلوا وهيتوه في البروتينيوم هيفضلوا زي ما هم متا سكريا فورين بادي.
انتيجين وجسمك يسيبهم، جسمك يطلع اميون سيستم انتي باديز، ويبتدي يبقى في معركه في البروتينيه. الحبة اللي تاها دول بيتسموا ايه؟ انا عارف ان هم اكسسيف، المكان بتاعهم اكتوبيك فوسايد، صح؟ اكتوبيك سايت، اكتوبيك بريجننسي، فاكر؟ اكتوبيك او سايت زي اكتوبيك فوسايد، اكتوبيك سايت، يبقى في معركة وتعمل توانتي فيصل وبعدين. سؤال، ليه هنا انا قلت الار اتش هربيبرس وليس كارنيبرس؟ لان هنا دلوقتي قلنا كلنا مولد انفكشن انجيشن اوف رو فيجيتابلز، ايه رايك؟ هربيبرس هيتعزوا زيهم زيك، جمل بقره جاموس احمر فيل كلهم هيجي لهم ممكن فاشولايزز. drinking water containing EMC برضه يتعبوا. انت عايز يعني الاسد كله فاشيلايزز؟ ها؟ عايز النمر كله فاشيلايزز؟ ده انت تشيلك ها؟ أسد هيقول لك هل من مزيد؟ ها؟ أسد بقى أنا أعرف بعدين. باسوجينيسيتي يعني إيه باسوجينيسيتي؟ يعني إيه باسوجينيسيس؟ ميكانيزم أوف ديزيز. يلا بقى يا ترى ايه اللي هيحصل جوه العيان دوت؟ ايه الدمج اللي هيحصل؟ سؤال الراجل ورا خالص ابو اسود، اول مشكله هتحصل العيان جوه ولا بره البايل داكت؟ بره ولا جوه؟ بره. أول مشكلة هتحصل لا جوه البايل داكت ديت، وأنت لما أكلت الخضار جوه ميتا سكاريا نزلت بالباراجور جوه البايل داكت؟ ولا دمرت في البطنية؟ قطر ماشي بينخرب في الليفر كبسول، بيكسر في الهيباتوسايتس، ده كله قبل ما توصل للهبيتات، في دامج، في نيكروزز، في انفلاميشن. ولما تدخل جوه البايل داكت بيحصل لها ماتيوريشن وتبقى قد الصواع، تعمل ايه في البايل داكت؟ تسدها بثلاث حاجات، حد يقول لي ثلاث حاجات اللي تسد البايل داكت؟ فايبروزس. يا بابا قبل ما تقول فايبروزس قول هي نفسها. كده هي نفسها الكوفايل ما سدهاش، دي اول حاجه ده اتسال. من كتر الانفلاميشن الهيلينج اللي هيكون عباره عن فايبروزس الدوده دي عندها سكرز بتطلع انزيمز برولين كيميكالي وميكانيكالي تعمل اريتيشن. الريتيشن في السيلز لايننج زباين ضغط، الريتيشن يزود ولا يقلل السيلز ديت؟ اي ريتيشن في الدنيا يزود ولا يقلل؟ يزود. لو جبت دبوس وقعدت تعمل الريتيشن كده لنفسك بس تقعد فتره سنه مثلا سكوير سيل كارسينوم. اه هنا الريتيشن مش هيوصلك للكانسر بس يزود السيلز، زاد السيلز اسمها ايه؟ هايبر بليزيا. البايل داكت هتتقفل بالثلاثه، ايه هما الثلاث حاجات؟ الدوده نفسها
فايبروزس اللي ناتج من انفلاميشن هايبركليزيا. ولما تتقفل البايل داكت البايل بقى ينزل ولا يتجمع؟ يجمع لان في تحت اوبستراكشن مش كده؟ يجمع ويحصل ايه بقى في البايل داكت؟ ها؟ بيري داكتال فايبروزس. بيري يعني ايه؟ داكتال فايبروزس. لان السيلز اللي بيتوسايتس اللي حوالين باي داكت ماتت. بيري داكتال فايبروزس. في النهايه دي هيحصل ايه يعني؟ تكسر. طب قبل ما تكسر الباي اللي فيها ده كان ماشي ولا ستاجننت؟ اي حاجه في الدنيا ما بتتحركش يحصل فيها ايه؟ في الصيف يقول لك اشرب ميه كتير عشان ما يجيلكش يورينري ستونز عشان ما يحصلكش يورينري انفكشن. يقول لك اشرب ميه كتير مش كده؟ اي حاجه ستاجننت يبتدي البكتيريا تشتغل عليها. لو نهر ماشي خلاص الترعه مقفوله كده انفكشن. Secondary infections. We cover the stone. Calculi. Go on by that. بعد ما ترابشر البكتيريا اللي موجوده دي تنتشر في الليفر كله وتعمل لك ابسس وابسس 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 كده؟ الليفر بعد ما ترابشر بدك ممكن كله يتدمر. ليفر روك مثلا ليفر ممكن ليفر سيل فيلر دامج. كلنا بناكل خضار كلنا بناكل سلطه يبس اي ساندوتش من الشارع هو حاطط سلطه. الراجل خاص والجرجير والطماطم دي اتغسلت بتاع سالفة بالخرطوم بتاع المطار قطع قطع قطع. فبتيجي تدخل اي فندق اي كافيتيريا اي مطعم تيجي عند المطبخ يقول لك ممنوع الدخول لغير العاملين صح؟ انت عارف ايه طبعا؟ لك لو دخلت عمرك ما هتاكل شغال برجله شغال بمناخيره كل حاجه. فتطلع النهارده من الدرس ده مش هخليك تاكل حاجه ولا تشرب ميه. انشوف ونعمل كده. نشرب ميه. اما يا دكتور هنشوف دلوقتي لما نوصل لرقم 14 ها؟ احنا لسه معلش ايه طيب؟ الناس اللي بتتكلم دلوقتي بصوا جينيسيتي. انت سيادتك دكتور وقاعد في العياده بتاعتك اتخرجت وباباك فتح لك عياده ولبست بط ابيض وعندك بقى جهاز ضغط وسماعه وسرير ولمبه مش كده؟ فوق وجالك عيان اول زبون دخل قدامك كده طبعا هو جاي مش عشان يهزر معاك جاي عشان يشتكي عشان سيادتك تعالجه. هل العيان لما يجي يشتكي هيشتكي من باثوجينيسيتي؟ هيجي يقول لك اصل هايبر بليزيا تعباني قوي يا دكتور والبريدكتال فايبروزز بتنقح عليا والكالكولاي مش طايق مش طايقها. ايه الكالكولاي دي؟ ستونز
لا لا نترجم الكلام ده بقى، نترجم الباثوجينيسيس لكلينيكال بيتش، نترجمها الى سيمبتومز اوف ساينس. العيان هيقول ايه بقى؟ سيمبتومز ولا ساينس؟ سيمبتومز. سيمبتومز مش كده؟ ايوه يا عم الحاج، انت سالتك بتشتكي من ايه؟ تتوقع العيان ده يشتكي من ايه؟ عنده فاشيولايزز دايجستيف ديستربنس، هيجي يشتكي من كده؟ ممكن عنده بطن وجعان. بطن وجعان لماذا؟ ارترايتس. بتاعها دي كانت زغزغه في البطنيه معاك؟ ارترايتس. تيجي تدخل في المهم يا ابني، عنده اوبستراكتيف جوندس مش كده؟ عنده اوبستراكشن في البايل داكت، عنده اوبستراكتيف جوندس. يقول لك انا عينيا اصفرت، عندي بين في الرايت هايبوكوندريوم، يقول لك انا توجعني. مش عنده انفلاميشن في البايل داكت؟ انفلاميشن في البايل داكت اسمه ايه؟ كولسيسايتس يعني انفلاميشن في البول بلاك. انفلاميشن في البول داكت اسمه؟ بايلايتس. بايلايتس. كولانزايتس. كولانزايتس. كولانزايتس يعني انفلاميشن في البول داكت. اي انفلاميشن في الدنيا العيان يشتكي من حاجتين الا وهما اي انفلاميشن في الدنيا. لو انت صباعك بينقح عليك، لو انت ضرسك بيوجعك، لو انت عندك تونسلايتس فارنجايتس اي ايتس، يعني يشتكي من ايه؟ فيبر وبين. فيبر وبين. العيان هيجي لك يقول لك انا بسخن وعندي قلت لك وجع في الجنب ده، والفرد بيني سامع فين يا ابني الوجع ده؟ كتف اليمين. ها؟ كتف اليمين. بيسمع الوجع بيسمع في كتف اليمين. سؤال، لما العيان يقول لك انا عندي فيفر وعندي جوندس وعندي بين في الرايت هايبوكوندري، تحلف ان عنده فاشولايسيس؟ لا عنده حاجه. ها؟ ستول اناليسيس. يعني انت قاعد ما العيان اشتكى لك كده وقال لك شكوى ديت، انت متاكد عنده فاشولايسيس ولا شاكك؟ شاكك. شاكك. شاكك ليه؟ ديفرنشال دايجنوز. عنده فايرال هيباتايتس، عنده ستون في الفايرال داكت، عنده كانسر في الاندوبنكرياس. مش كده؟ حاجات ثانيه بتعمل نفس السيم. طب تتاكد ازاي؟ تعمل ايه بعد ما هو قال لك الشكوى بتاعته؟ ها؟ سول اناليسيس. اكمل السيمبتومز ازاي؟ ها؟ سالته، ها؟ بعد ما تساله، سالته. مش عارف سالته قلت له ايه؟ ها وبعدين؟ ها؟ عامل ايه بقى؟ اكس ري. ستول اناليسيس. انا بقول انت بتقولوه. ها في كمان. بلاد اناليسيس. ها؟ ايه كمان؟ اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ده انا عبد الرحمن. انا حتى يا ابني قلت لك كلمتين قبل عشان افكرك هتقول ايه بعد كده. قلت لك في حاجه اسمها سيمبتومز وحاجه اسمها ساينس. ابوك فتح لك عيادتك وجاب لك السرير والسماعه وجاب الضغط وانت قاعد على الكرسي ده بعد ما انت شفت بعد ما انت خدت منه سيمبتومز، مش هتقوم تكشف عليه؟ هتكتب له كده روح اعمل لي ستول اناليسيز. ها؟ طب انت رسمتك ايه بقى؟ اللي انت عملته؟ المفروض الواحد اعمل على طول واقول لهم الكلام ده.
وتشوف تتنيل على عينك تكشف عليه الاول قول له اطلع على السرير هو هيحس بيه كده نعم هنشوف دلوقتي العيال طلع على السرير وسيادتك طلعت تكشف عليه تعالوا كل ما حلوه مش حاسس باي وجع ولا فرقه معايا ولا حاسس انه بيسخن معايا ولا واخد باله من عينيه صفرا انت بقى يا دكتور انت تطلع ساينز ديت تحط ايدك كده وانت عمال تحط ايدك على الليفر تبص في عينيك ليه بيتقلل ده اسمه ايه؟ بين اون تاتش يبقى بين سيمبتوم اما تندر ده ايه؟ ساين انت اللي طلعتها من العيان انت بتتكلم تندر لقيت في انلارجد ليفر انلارجد الليفر ما بيتحسش انت حسيته انت تقول خد بقى نفس جامد كده حسيت الليفر بيخبط في صباعك انلارجد تندر ليفر ساين حطيت الترمومتر في بوكو وفبرش بصيت في عينيه لقيته عنده جوندس لقيته عنده جوندس ساعتها تشك من الحاجات اللي انا قلتها من شويه ساعتها بقى شخص عيان بص يا ابني اي دايجنوزس تتكلم عن اربع حاجات رقم واحد حد يقول هيستوري رقم اثنين كلينيكالي كلينيكال بيكتشر انا قلناها رقم ثلاثه لابوراتوري رقم اربعه راديولوجيكالي او راديولوجي الامتحان يجيلك سؤال يقول لك دايجنوز فاشيولايزز ممكن تتكلم لابوراتري وتقعد تتكلم تكتب صفحه لكن هتاخد ربع الدرجه لانك نسيت تتكلم عن الثلاث حاجات دي هيستوري عيان اتعدى ازاي؟ مش بيرمرم ياكل في الشارع عمال يرمرم يقول لك انا اكلي كله في الشارع يا دكتور سلطه وفول وطعميه وكده هيستوري كليتيكالي قلناها من شويه سيمبتوم دو ساين مش كده؟ لابوراتوري سؤال دايركت ولا اندايركت؟ فاهم الفرق بينهم؟ دايركت يعني تشوف بعينيك حاجه من اللايف سايكل ديت بعينيك في المعمل تجيب مايكروسكوب وتشوف البيضه دي مستوي اناليسيس بالمواصفات ديت اللي قلناها من شويه بس دايركت طز ان فاشولايزز ان دايجنوز فاشولايزز طز في الدايركت دايجنوستكس حد يقول لي لماذا؟ ممكن يكون في ميديا بوست عينات البيضة بقى مش كده؟ ها؟ دي طز في ممكن ما تكونش لسه الدايجنوستكس ثلاث اسباب تخيل العيان اتعدى النهارده جاب خضار جواه السيستم ميتاسيمتال هيبتدي يشتكي بعد ثلاث اسابيع او شهر يشتكي بعد سيمبتومز بعد شهر لكن البيضه ما ينفذش الا بعد ثلاث اربع شهور بالعكس البري بيتنت بيريود فيري لونج البري بيتنت بيريود الفترة من العدوى لحد الاكزيما تنزل ثلاث اربع شهور. يعني عاد بيشتكي النهارده بعد شهر من العدوى، تعملوا تحليل يطلع؟ نيجاتيف، بعد شهر كمان؟ نيجاتيف.
يعني سؤال اقول له روح وتعالى بعد 4 شهور عشان انا لقيت ديت الورثه اللي هي الله يرحمه ابونا طلع عنده فشيرايز الورثه المشهور روح حد ده اول سبب وضح الوضع. السبب الثاني الواحد بقى له سنه بيشتكي من كتر الفايبروزس هيحصل كومبليت ريستراكشن حتى البيضه مش بايت بيضتك كلها اتقفلت البيضه هينزل ازاي في المستشفى هيموت بكره تعمل تحليل هيبقى نيجاتيف في كرونيك كيسز كتر الفايبروزس يبقى في اول المرض وفي اخر المرض مش هتلاقي الاكس ديت بوزيتيف. السبب الثالث هو مين ال ار اتش هنا الار اتش هربيبرس حاجة مش كده سبتك لو جبت كبده بتاعت خروف كبده بتاعت خروف وجواها الفشوله ديت الفشوله ده الخروف ده معدي يعني كبده بتاعت خروف انفكت من الفشوله وكلتها كانت انت الكبده دي جواها الفشوله سبتك بتعدي ولا ما تتعديش؟ كلها نية ها؟ كلها مستوية مش انفكتف يا دكتور الانفكتف ستيج اسمها يا ابني طب سؤال ليه دي الانفكتف؟ ليه مش الحضر؟ ليه مش الاكل؟ انسيستد جوه سيست بتقاوم ميه النار اللي في معدتك لو انت اكلت دي ميه نار تاني يلا لو انت اكلت كبده خروف وجواها فشوله بتعدي ولا ما بتتعديش؟ ما بتتعديش طب الدنيا دي مليانه ملايين من الاكس هتنزل ولا مش هتنزل؟ هتنزل انت اكلت النهارده وعملنا لك تحليل هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اه لو انا عملت لك تحليل لقيت البيضه دي اقول لك ده انت عندك فاشولايسيس واقعد عندك وانت ما عندكش اعراض. خد انا اسالك سؤال قبل ما اكمل. ها؟ انا اسالك سؤال قبل ما اكمل. ها؟ حد عايز يسال سؤال؟ البيضه ما اتهضمتش؟ جزء اتهضم وجزء نزل ملايين من اكس ها؟ ها؟ السؤال بتقول لي طب هو اللي كان الكبده فيها فشلوله دوت هيجي لي ليه اصلا عشان اعمل له سوء اناليسيس مش كده؟ اه هيجي لي ليه اصلا؟ اروح للدكتور ليه؟ ممكن عنده حاجه اه ساعات الواحد يبقى نحس عنده كانسر في ايده بنكرياس ومشتكي من برونز معايا نفس شكوى عنده كانسر واقف على عربيه كبده وعمال ياكل مش كده؟ وبيقول لك بقى السيمبتومز دي انت بعت تعمل الاناليسيس لقيت البيضه دي تقول له اه ده جوندس والبيضه كمان موجوده وتدي له في علاج الفشلوله في الاخر يموت من ايه؟ كانسر فيرال وجود البيضه ديت واحد ما عندوش فاشيلايتيز ده ترو ولا رونج فاشيلايتيز فولس انفكشن سبيوريس انفكشن يبقى ثالث سبب من كلمه فوز والبيضه هو ده سبب ايه؟ قلت اول سبب ايه؟ اول المرض البري فيتال بيريود فيري لونج كام شهر؟ 3 4 شهور تاني سبب اخر المرض كتر الكرونيسيتي الفايبروز مفيش بيض نازل تالت سبب فز في البيضه سبيوريس انفكشن هنا البيضه هتنزل عند واحد سليم ما عندوش فاشولايز طب نعمل ايه عشان نتاكد اللي ما عندوش بكل هبل كتاب يقول لك خليه ما ياكلش كبده لمده اسبوع
وعملوا تحليل بقى الاسبوع عشان الكبده اللي كانها في الاسبوع اللي فات ده هيبقى ليها اثر اتهضمت خلاص مش كده؟ ده انت في يوم يومين مش هتشوف خلاص اتهضم وتعيدوا التحليل بعد الاسبوع هيطلع نيجاتيف مش كده؟ ليه انا قلت الكلام دوت؟ ليه قلت بكل هبل الكتاب قال لك تقعد عاد اسبوع وتعيدوا التحليل؟ معقوله؟ معقوله عيال بيشتكي كل اسبوع بتحمل خطر ولا كده بقول امسك نفسك فاضل 4 ايام وعندك تحليل ايه الهبل من اول ما اشتكى من اول ما عملت له الاسكول اناليسيز ولقيت البيضه ديت وانت متاكد عنده ولا ما عندوش خد منه نقطه دم هو واقف قدامك كده مش هستنى اسبوع نقطه دم ودور على البيضة هتبشونا السكرة اللي بتلعب ولا دور على ايه؟ انتي فاريز اجينست البشونا انت لو خدت منك دلوقتي نقطة دم هل هلاقي انتي فاريز اجينست البشونا؟ لا انت ما عندكش انتج انت مش عيان الانتجن ده مش عندك هيطلع انت انتيبادي من ايه؟ من الهواء كل انتيبادي سبيسيفيك للانتجن بتاعه الراجل ده عيان هلاقي في دمه انتيبادز اجينست فاشولا سؤال خدت الدم بقى كده منه تلاقي ازاي دي انتيبادز بتاعت فاشولا ماسكه يافطه مكتوب عليها اميونو دياجنوزيس اميونو جيب المعمل انتجين بتاع الفشولة جيبه من المعمل وحط عليه الدم بتاع العيان لو في انتي بادي هيحصل رياكشن اميونو سيرولوجيكال سيرولوجيكال دياجنوزيس دور في السيرم بتاع العيان على انتي بايز اميونو دايجنوستيك تيست هتاخده في التطبيق بعد كده في الايمونولوجي الايزا سي اف تي اي اف تي اي اميو هيبروكوليزيس انزايم لينكد ان هناخد ده في التطبيق بعد كده ده اسمه اميونو دايجنوستيك سؤال ده سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ قلنا سبيسيفيك من شويه كل زفت بيطلع سبيسيفيك انتي بايز سبيسيفيك بس عيبه انه مكلف على فكرة لقوا اندايركتلي لقوا ان العيان اللي عنده فاشولايتيس بيبقى عنده هاي ماركت ايزينوفيليا والايزينوفيليا في الدم قد ايه؟ 2 لـ 4% من التوتال ليمفوسايتس عارفين هنا الايزينوفيليا توصل لكم؟ up to 80% هو عنده 100 واي بي سي 80 منهم زينوفيلز والباقي بقى كل مور على سايت على سايت معايا هم اربع حاجات في المنهج كله اللي معاهم ماركت هاي ايزينوفيليا دي من ضمنهم عشان كده انا شخصيا بشخص التشويه ازاي كلينيكالي وانا قاعد في العياده عيان عنده جوندس وبين حضرتك هايبوكوندريا وكتبت تعريفه هقول له اعمل لي سوء الدم ماركت ايزونفيليا مع الجوندس وبين حضرتك هايبوكوندريا مش هقول هيبقى عنده كانسر ولا فايرال هيباتيتس ولا استور هيباتيتس راديولوجيكال طبعا احنا كلنا دايره انا بكشف على العيان وابعت العيان ده للمعمل عشان يسترزق بتاع المعمل طبعا يبعته على بتاع الاشعه عشان ياكل عيش مش كده؟ وكلنا هنموت في الاخر عندما كده بس الفلوس دي ما مش الورقه بس اللي هياخدوها ليك دور طبعا سيادتك بعت العيان للمعمل وبتاع وبتاع الاشعه طبعا بيجيب لك كل كام شهر الدنيا وبتاع وسفر ياد بره وبتاع ده كله عشان تكتب تبعت العيان. امال ايه يا
ما علينا يعني. صداع عملت صنار تحلف الرماسات من عند الفاشولايسيس الالتراسونوجرافي هيقول لك ان في فورين باز حجمه كذا كذا جوه الفارين باز مش هيحب واعمل ايه؟ هروح واحد بتاع مناظير بتاع منظار مناظير دخل منظار من فوق العيان يمشي 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 لحد ما يوصل الجوليوم ده في فتحه كده داخل فيها البايل داكت ويحط سفره ويصور اندوسكوبيك ريتروجريد ريتروجريد انه بيرجع في سنه تاني يدخل في البايل داكت كولانجيوجرافي قلنا كولانج يعني ايه؟ كولانجيتس يعني انفلاميشن في البايل كولانج بايل داكت كولانجيوجرافي اوجرافي صور يلا عملنا اندوسكوبيك هتعمل ايه ولا تحلل شيء هنا ساعتها هتلاقي بقى في عمليه تتحرك بقى تمام وزي الصمار لا تتحرك في واحد بقى قلنا ده استاذ في المناظير في الحته دي يجيب منظار والعيان قاعد كده على الكرسي وداخل من الجلد ها هنا كده جوه عمال يضغط على طول واحنا صبغه وصور بيركيتين بس ده جايد الدسكونار مش سيتي سكان مش داخل في عين العيان ومفكر نفسه هو شايف ومش داخل كده عميان ده جيولوجيكال كل دي تكاليف مش كده؟ انتوا هتطلعوا يجي لك عيان كل الشاطر اللي هيشخص العيان وهو قاعد ويبتدوا علاج بدرجات تعريفه وحد يخف. اما الدكتور الاهبل اللي ما يعرفش حاجه هيكتب له 500 تحليل اولا احتمال يكون عنده تعب في عينيه. طبعا مقدس احتمال يكون الفيفر دي سببها حاجه في الاسبوع عينيه. احتمال يكون معايا كل تحليل من ياكل واللي ماشيك قاعد داير على كل الدكاتره. في من هنا كده في من هنا مش بهزر. دفعه واحده البيت المشهوره طالعين الدفعه قررتهم في منكم واحد كاش بتاعه 500 جنيه. ولسه الحجز محجوزه سنه قدام. يجي العيال يدخلوا لسه مقفوله لسه فعلا يدخلوا بعد سنه مش بهزر مش بهزر. وفي منكم اللي اعتشفوا 3 جنيه وقاعد في العياده ولا تكون داخل ما يبقاش ببلاش اهو ينزل في الشارع ويمسك الشنطه يطلع فلوسه بكام؟ تكشف يا بيه. في مع انه هناك وقاعد جنبك دلوقتي نفس الكرسي اللي جنبك. ايه الدنيا كده؟ انت دخلت الكليه ديت؟ دخلت الكليه دي مش انت دكتور. معاك مهنه، معاك حرفه. عشان تدوى عيان مرضات الله وعشان برضه دي هتجيب لك دخل كويس بقى. اللي داخل عشان يهزر ولا بتاع ما تدخل اي كليه ثانيه. ايه جاي تدعم نفسك ايه الكليه دي؟ وربنا هيديك بهزر. شخصنا العيان نعمل ايه بعد كده؟ نعالجه؟ ميديكال ولا سيرجيكال؟ تفتحها بقى بايدين كده بقى. تعالى بتعمل بقى. وبعدين بقى الاسبوع ده كان على بقك بقى من شويه. وانا اشرب بقى بتجيلي فاسوله بقى ولا ايه بقى؟ ميديكال ولا سيرجيكال؟ على حسب.
عيان فبتكون تعيان. شوف الاول الجراح ولا بتطبع طاقه بتطبع الاول رفع خده بركه ما ينفعش روح روح الجراح يقول لك عمليه حاجه مالكش حاجه عمليه لا ميديكال. زمان كنا بندي علاج اسمه بيسينول دايت دوروفينول من 30 ل 50 ملي جرام للكي جي يوم بعد يوم لمده اسبوعين العيان كان بياخد العلاج من هنا وبيموت. العيان ده هيباتو توكسيك ده بيموت والتصوير تطلع ماشيه في الجنازه بتاعته. انا اتأثرت دلوقتي بندي علاج فعال كويس جدا. ها؟ هتعرف اسمه؟ ترايكلابينازول. تراي يعني ايه؟ كلب ولا كلاب؟ كلاب. جمع بقى ترايكلابينازول. خلاص دخل ثلاث كلاب بقى. ياكلوا الفشوة لا دمروها وسنجل دول دخل ثلاث كلاب مرة واحدة. ترايكلابينازول 10 ملي جرام للكي جي سنجل دوز طبعا لو ما فيهاش الكلام ده ادخل بقى سيرجيكال ودخل بالمنظار وحاول تطلع البايل باكس حاول تطلع مشغوله بالبايل كنترول تحمي نفسك ازاي عشان